رمى تيشيرت الزمالك على الأرض وراح للكاميرات وعمل حركة غير أخلاقية. سر احتفال مصطفى شلبي أمام درمز الغاني، مش هتصدق اللي حصل. مصطفى شلبي لاعب الزمالك قدم مباراة عمره في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية وسجل هدف الزمالك الثالث في مرمى الفريق الغاني، لكن المفاجأة كانت في الاحتفال اللي عمله مصطفى شلبي بعد ما سجل الهدف. قلع تيشيرت الزمالك ورماه على الأرض، مش بس كده لكن كمان راح ناحية الجماهير واحتفل بطريقة وصفتها الجماهير على السوشيال ميديا بأنها حركة غير أخلاقية. مش بس كده لكن كمان مصطفى شلبي بإيده ولسان حاله كفاية كلام، لكن محدش عارف إشارة شلبي كانت لأي جمهور وإيه سبب الحركة اللي عملها في الاحتفال. بعد احتفال كمان مصطفى بالهدف وطريقة احتفاله المثير، راح له مساعد مدرب الزمالك أحمد مجدي واتكلم معاه وقال له ما ينفعش اللي انت عملته وركز في الملعب وما تشغلش بالك بالانتقادات أو أي كلام من ده. وفعلا رجع من تاني شلبي للملعب وخد انذار بسبب تخليه عن التيشيرت، لكن استقبل شلبي القرار بابتسامة. انتقادات كبيرة طالت شلبي بعد المباراة على الرغم من الأداء اللي قدموه، الانتقادات كانت من الجماهير سواء الزملكاوية أو جماهير الكرة بشكل عام، واللي قالوا في تعليقاتهم لازم اللعيبة تفهم يعني إيه طريقة الاحتفال. مصطفى شلبي بيشاور للجمهور على أساس مش عاجبه الانتقادات ومش عارف إنه بيلعب في فريق بحجم الزمالك، هو يعني ايه ترمي التيشيرت على الارض؟ انت متخيل انت بتعمل ايه؟ بحسب المقربين من مصطفى شلبي انه كان تحت ضغط كبير وهو ما يقصدش يرمي تيشيرت الزمالك على الارض ولا يقصد اي حاجه اتقالت، لكن الفتره الاخيره كان محل انتقادات كبيره على الرغم من انه راجع من الاصابه وكان لسه بيرجع لمستواه وشايف ان الهدف اللي احرزه ده فك بيه الضغط اللي اتعرض ليه. مصطفى ما علقش على سبب احتفاله بالطريقه دي لكن اعتذر للجهاز الفني وقال لهم انه فعلا ما يقصدش اي حاجة من الكلام اللي اتقال ده، ووعد كمان الجهاز الفني للزمالك انه مش هيشغل باله باي كلام على السوشيال ميديا وان تركيزه كله في الملعب وبس. مصطفى شلبي قدم مستوى كبير في مباراة الزمالك ودريمز الغاني وكان سبب في فوز الزمالك بالمباراة اللي الكل كان مستنيها ومنتظر عودة الزمالك من تاني للفوز وتحقيق النتائج الايجابية، ده غير كمان ان الزمالك قدر يخطف بطاقة التأهل لنهائي كاس الكونفدرالية بنتيجة واداء مطلوب للفارس الابيض وانطلاقه جديده للعوده لمنصات التتويج. جماهير الزمالك ما كانتش متوقعه الفوز بالنتيجه الكبيره دي واداء لاعب الزمالك في الظروف المناخيه في غانا، ده غير كمان الملعب اللي كان مليان على اخره من جماهير درمز الغاني، لكن الزمالك كان على الموعد وحقق فوز كبير على الفريق الغاني وعزز من امال جماهيره في الفوز بالبطوله الافريقيه للمره الثانيه في تاريخه. لكن يا ترى هل الزمالك هيعملها ويحقق البطوله غالية على جماهيره ويرجع من تاني لمنصات التتويج ولا لأ؟ خلينا نشوف.